السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مدونة شرح عبقري. اليوم إن شاء الله سوف يكون درسنا عن كيفية الحصول على استضافة تصل مساحتها إلى 100 جيجا. استضافة سوف تكون مجانية، لن تواجهكم مع أي مشكلة. سوف يكون في إمكانكم تحميل جميع أنواع الملفات بدون أي مشاكل، حيث أنه لن يقوم الموقع بفحصها بالأنتيفيروس ولن يقوم بحذفها بعد مرور مدة معينة. أنا شخصيا أستعمل استضافة مدة فقط السنتين ولم ألاحظ أي عيب فيها. سوف أشرح لكم كيفية الحصول على الاستضافة. أول شيء نذهب على المتصفح، ثم نتوجه إلى موقع الخاص بالاستضافة اسمها سيردوك. وتلاحظون أول شيء سوف نقوم به هو سوف أقوم بإنشاء بريد مهمل أو بريد مؤقت، ثم طبعا سوف تستعملون البريد الخاص بكم، يستحسن أن يكون جيمايل. سوف نضغط على زر sign up for free 100 جيجابايت. في الخانة الأولى نقوم بوضع الإيميل الخاص بنا. في الخانة الثانية نقوم بوضع الباسورد. هنا نقوم بوضع الاسم الخاص بنا. ثم promotion code سوف نتركه فارغ، و data center location سوف أتركها United State فهذا أفضل. سوف نضغط على سوف نوافق على سياسة الموقع، ثم نضغط على get it now. سوف يأخذنا الموقع على صفحة أخرى. Welcome to Sirdoc. سوف نضغط على Close. ثم سوف يطلب منا Security Question. سوف نضع عفوا أي سؤال يمكننا أن نتذكره. ثم مبروك عليكم الاستضافة. استضافة سوف تكون الاستضافة سهلة في الاستعمال. لكي نقوم برفع ملف نضغط على Apple Watch 2. أقوم باختيار ملف ما. هذا الملف قد تم رفعه الاستضافة. ثاني شيء يجب أن تقوم به هو الذهاب على الإيميل الخاص بك الذي سوف تتوصل برسالة تقول لك complete your Sirdoc registration. فتقوم بالتوجه على الرسالة ثم تضغط على الرابط الذي سوف تجده وسط الرسالة.
هذا الرابط سوف يأخذك إلى ملف مجلد الخاص بك. هنا الصورة لم تكتمل في الرفع، هذا يرجع إلى ضعف الإنترنت عندي. في الأخير إخواني، إن أعجبكم الشرح أتمنى أن تضغطوا على زر لايك للفيديو، وأن تضغطوا على سبسكرايب لتنضموا إلى قناتنا في اليوتيوب، وأيضا أن تدخلوا على صفحتنا في الفيسبوك وتتركوا لنا عفوا، وتضغطوا أيضا على زر لايك لصفحتنا على الفيسبوك لكي تنضموا لنا، ليصلكم كل جديد من شروحات تقنية وتدوينات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.